صديقي العزيز ماجد الجامد اللي انا بحب اقعد معاه ويطلع لي دخانيق كده وتفاصيل الواحد ما بياخدش باله منها، بس التفاصيل دي تفاصيل محتاجين نقف عندها ونفكر فيها ونشوف ازاي نتعامل معاها يعني. فاحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا مع ماجد على يعني فتحنا موضوع بولس ورأيه في المرأة، وماجد ادانا كده بريفنج عن بولس اتكلم كم مرة عن المرأة ووصفهم وايه المفردات اللي كان بيستخدمها علشان يتكلم عن المرأة او الإناث او الجنس اللطيف. فامبارح لا سوري، المرة اللي فاتت اتكلمنا على المرأة ومكانتها بالنسبة للراجل، وهل هي في نفس المكانة ولا في مكانة أقل أو أقل أو أعلى من الرجل، أو يعني المرتبة بتاعت الرجل بالنسبة للمرأة. النهاردة هنتكلم على الموضوع ده من زاوية تانية، يتهيأ لي ماجد محضر لنا شوية حاجات تانية، ونقول لماجد اتفضل يا ماجد ومعاك الكلمة، أنا عايز أسمعك أكتر ما هتكلم. تفضل يا ماجد. حبيبي يا فايدة، أخبارك إيه؟ أنت وحشني من المرة اللي فاتت. خلينا نسترجع كده بسرعة معلومات. إحنا قلنا إنه هو أشار للأنثى 66 مرة. خليني أقول أعداد، اللي مهتم ممكن تكون حاجة مفيدة ليه، أو اللي مش مهتم يعدي الحتة دي. لكن خلينا نشوف، أشار للأنثى ب 33 مرة كلمة مرأة أو امرأة، زي ما قلنا نصهم بالظبط مرأة أو امرأة، 13 مرة بكلمة نساء أو نسيات، ودي كلمة عجيبة شوية لأنها المرة الوحيدة اللي اتذكرت في الكتاب المقدس تيجي كلمة نسيات، دي اللي هو جمع مصغر للنساء. فهو كان ممكن يقول نسوة، زي مثلا التلاميذ لما المسيح قام قال بعض النسوة حيرونا يعني، لكن هو قال نسيات. كلمة فيها على فكرة يعني تصغير وفيها احتقار، لأن سياق النص نفسه كان فيه مشكلة. يعني هو لما حب يوصف الستات الصغيرة قال عليهم نسيات، وما قالش عليهم كده وسكت، لا ده كمان راح وصفهم بكلمة محملات خطايا ومنساقات بشهوات مختلفة. الكلام ده موجود في الكتاب المقدس، الكلام ده موجود في رسالة بولس الرسول لتيموثاوس الرسالة الثانية 3:6. لو فادي قدامك الآية ممكن نطلعها عشان المتابع يكون قاريها معانا. بيقول كده في تيموثاوس الثانية 3:6، شوف الأوصاف اللي بولس بيوصف بيها بعض من النساء، فيروح يستخدم هذه الأوصاف الغريبة شوية والعنيفة. أنا شايف إن ده ما يصحش. بيقول أيوة رائع، في عدد 6 بيقول فإنه، أيوة أشكرك، لا تمساوس الثانية 3:6، تمساوس الثانية، أيوة رائع، هي الآية دي، فإنه من هؤلاء هم الذين، هو بيوصف بعض الناس المخادعين، بيقول الناس دي بتدخل، الذين يدخلون البيوت ويزبون، يعني يزبو نسيات محملات خطايا منساقات بشهوات مختلفة. والغريب هنا خلي بالك، بولس بيروح يعلمنا حاجة أو بيرسم مبدأ، يعني المفروض اللوم يروح على مين؟ للناس اللي جاية، الخاطفين دول، الناس السيئين دول، الخلق اللي جايين بغرض غير شريف. لا، يروح يبرر، عارف انت اللي بيبرر التحرش عشان لبس المرأة وعشان سلوكها، اصله هي عايزة كده، اصله هي اللي ايه اللي خلاها تطلع بزراير بس، وايه اللي ودها هناك. هو ده بولس بيبرر للناس، المفروض انت تدين هؤلاء الناس، لا ده بيروح يبرر لهم وينعت البنات ان هم اللي عندهم مشكلة، ان النسيات محملات خطايا منساقات بشهوات مختلفة. فبولس من مدرسته التبرير للخطأ والتحرش والاغتصاب، ده ناس بتزبي البنات، بيبرر لهم، بيقول ان النسيات دي عشان محملات خطايا منساقات بشهوات مختلفة.
لكن تعالى نرجع تاني، يبقى قال 33 عنهم مرأة أو امرأة، 13 مرة نساء أو نسيات. استخدم كمان كلمة أرملة أو أرامل 7 مرات، كلمة عذراء أو عذارة 5 مرات، كلمة حدثات اللي هي يعني صغيرة السن 4 مرات، كلمة أنثى أو إناث 3 مرات، آخر كلمة كلمة بنات استخدمها مرة واحدة. فلو عندك تعقيب يا فادي ممكن نقوله، وبعد كده نرجع لشاهد تيموثاوس. لا أنا تمام طبعا. موضوع التبرير ده واضح إن هو حاجة جوه البشر كده، إن إحنا بندور على الطرف الأضعف ونحط عليه مشاكلنا كلها، يعني واضح إن دي سلوك بشري متكرر. فأنا بحس إن هو أي حد بيدور على البردعة وما بيقدرش على الحمار. فالمجتمعات اللي فيها inequality أو فيها عدم توازن واضح ان ده سلوك منتشر يعني، فهنعمل له ايه؟ هو كده، هي مشكلته ان هو ان احنا قدسنا كلامه، انما هو ده يتهيألي كان بيتصرف سلوك بشري طبيعي يعني. يعني ده تعليق البسيط يعني. اتفضل يا ميت. أشكرك يا فيد. نرجع تاني اللي كنا قلناه في الفيديو الأول. وقفنا عند نص كرونسوس الأولى 11، وقعدنا نتكلم إن كان شاغل باله قوي بقصة رأس المرأة وشعر المرأة وهي بتصلي، ولازم تكون بتغطي شعرها، ولو ما غطتش شعرها هيحلق لها شعرها، وده شيء قبيح طبعا، لكن هو بيهددهم وبيقول لهم لازم تغطوا شعركم لألا أحلقه لكم، واتعظوا يعني خلي عندكم أدب بقى وتعلموا. لا يجي يتكلم تاني في تيموثاوس الأولى 2 من أول عدد 8، وبرضه يقارن بين الرجل والمرأة. الرجل والمرأة رغم إن المفروض في الصلاة إحنا أرواح بنتلاقى مع الإله، لكن بولس كان مركز إن في فرق بين الرجل والمرأة. ممكن نطلع البي دي اف ونقرا جزء تيموثاوس الاولى 2 من 8 ل 15. أنا جبتها في نفس المكان علشان يبقى كله في نفس المكان، فأنا شايف. تيموثاوس الاولى 2 8 لعدد. ايوه رائع، اشكرك. بيقول كده: فاريد ان يصلي الرجال في كل مكان. شوف الرجال متاح ليهم وحر ان هم يصلوا في كل مكان، رافعين ايادي طاهره بدون غضب ولا جدل. رائع. بعد كده: وكذلك ان النساء. انت المفروض بتتكلم عن صلاه الرجل يا بولس، ايه علاقه النساء وزينه النساء ولباس النساء؟ يعني انا مش فاهم ايه اللي دخله في قصه لباس النساء، لكن تعال نكمل. بيقول: وكذلك ان النساء يزينن ذواتهن بلباس الحشمه، يعني يلبسوا محتشم. في ناس اتريقت كتير على قرارات كده، كان برشور بتتحط على الكاتدرائية: ما تلبسيش مش عارف ضيق، ما تلبسيش عريان، لا الناس واخدينه من بولس. بولس بيقول كده بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، وبعد كده يكمل تفاصيل ازاي بقى ولا بضفائر، يعني ما حتى الضفائر، يعني الضفائر كانت بتثير بولس او بتضايقه او بتزعجه، فبيقول لا لا ما تعملوش ضفاير، الضفاير بتضايقني. بعد كده: ما تحطوش ذهب، يعني ما تلبسوش ذهب او لآلئ او ملابس كثيرة الثمن. برضو انا مش عارف الفكرة، هل عشان يراعي المستويات ان في الفقيرة مثلا ما تتعثرش؟ ممكن. نكمل: بل كما يليق بنساء متعهدات بتقوى الله بأعمال صالحة. حلو. بعد كده بيقول ايه المصايب بقى السوداء: لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع. المرأة تتعلم، المرأة لا مجال لها انها تعلم، ما ينفعش. المرأة تتعلم وبسكوت، يعني ما وبكل خضوع، يعني تسكت ما تتكلمش، حتى تعلق لو في تعليم غريب مثلا او في حد بيقول كلمة لا مش من حقها تتكلم او تناقش او تعترض، تسكت وتتعلم بخضوع. بعد كده يأكد كلامه عشان في ناس تقول لا انت مفتري وبتفهم النصوص على مزاجك. لا، بيقول ايه:
ولكن لست أذن للمرأة أن تعلم. ما ينفعش تعلم، ما ينفعش، ما فيهاش كلام. تتعلم لكن ما تتعلمش، ما تعلمش. بيقول ولا تتسلط على الرجل، فكرة الخضوع، انت خاضعة ليه، ما ينفعش تتسلطي على الرجل، بل تكون في سكوت، تسكت خالص، اخرسي بقى، ما تسمعش نفسك. ليه بقى؟ يبتدي، هي دي مصيبة المصايب، ان بولس لما يحب يطرح فكرة يروح يرجعها للاهوت. يقول لك ليه؟ لأن آدم جبل أولا ثم حواء، آدم المتقدم عنك، فالرجل هو المتقدم، فأنت كبنت حواء كأنثى ما ينفعش تكوني في مقام الرجل بقى وتنطحيه راس براس وتعلميه وتناقشيه، لا أنت تسكتي خالص. وكمان يقول إيه؟ ما ينفعش تعلم ليه؟ قال لك وآدم لم يغوى، مين اللي مين اللي اتخدع من الحية؟ حواء مش آدم. بنى على هذه الفكرة ان عشان حواء، تخيل، عشان الجدة الأولى غلطت، كل بناتها وكل نسلها يتحكم عليهم ان هم يتعلموا طول حياتهم. وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت، فحصلت في التعدي. طيب تخلص ازاي؟ شوف بقى القانون الغريب اللي حطه بولس الرسول. طب تخلص ازاي من المشكلة او الخطية دي اللي عملتها ستنا حواء؟ قال لك ولكنها ستخلص بولادة الأولاد. يعني هي الدور بتاعها الوحيد مش تعلم ولا تناقش، لا تسكت وتخضع وتسمع وهي ساكتة، هي دورها الوحيد إنها تولد الأولاد وتربيهم. ده طريقة الخلاص أو سكة الخلاص بالنسبة للنساء، أنت السكة الوحيدة إن أنت تولدي أولاد، خلي بالك مش بنات، لا أولاد ذكور يعني. لا، ويشترط كمان، يشترط كمان ان الست دي عشان تخلص مش بس تولد اولاد، لكن كمان تربيهم ان ثبتنا في الايمان والمحبه والقداسه مع التعقل. يعني لازم اولادها كمان يكونوا اولاد مؤمنين، مش اي كلام. فدي السكه الوحيده او الطريقه الوحيده اللي بولس اقترحها للمراه. بص زي ما انت بتقول كده، الناس اللي مقفلين يقول لك ايه؟ لا الست ملهاش غير بيتها وعيالها. هو ده اللي بيقوله بولس. انت مالكيش غير بيتك وعيالك، وتهتم بعيالك وتربيهم ويطلعوا كويسين، هو دي الطريقة الوحيدة لكي تخلصي. جميل يا ماجد. بص، هو احنا هنا انت جبت حاجتين، انا يتهيألي احنا محتاجين نقف على الحاجة التانية مش الحاجة الأولانية. الحاجة الأولانية الناس اللي بتقول لك ايه والحشمة وما اعرفش ايه وانتوا زعلانين ليه والكلام ده، يعني احنا مش هنأرجي معاهم، انا مش هجادلهم، لان هو يقول لك زي ما احنا بنقول للستات البسوا محتشم بنقول للرجالة كده برضو، وما تخشش الكنيسة بشورت ولا داخل بكت وما اعرفش ايه. دي هنسيبها لمرة تانية، لأن دي ممكن نلاقي فيها كلام كتير. ولو إن بولس كان بيتكلم هنا على الستات وما جابش سيرة الرجالة يلبسوا إيه وهم قاعدين يصلوا، يعني أو يعني ما حطش قواعد للراجل يصلي إزاي أو يعمل إزاي بعكس الست. بس يعني إيه، هنعديها دي لأنها مش بالنسبة لي مش كارثة قوي، طالما عارفين إن إحنا نحط قاعدة تمشي على الراجل والست، والقاعدة دي هنمشيها على الاتنين زي بعض، فنعديها. يعني مثلا الكنائس المفروض المنصفة يعني هتقول لك ما ينفعش مثلا راجل يخش بمايو مثلا الكنيسة، يعني دي مش هتكلم فيها ومش هأرجي، ولأن فيها منطق أنا شخصيا مش ضده يعني. فاين، كل مكان يحط القواعد بتاعة اللبس اللي يسمح بدخولها، واللي عاجبه القواعد دي يلتزم بيها، اللي مش عاجبه ما يروحش المكان ده. فدي حاجة أنا شخصيا مش هماني، أو يعني مش فارقة معايا. أنا اللي فارق معايا اللي هو فكرة بقى إن الست ما ينفعش تعلم. يعني إيه ما ينفعش تعلم؟ طب أنا المدرسة اللي علمتني قبل كده، ولا دكتورة الجامعة اللي علمتني قبل كده، ولا المديرة اللي أنا اشتغلت معاها قبل كده، ولا الوزيرة اللي موجودة في أي مكان وبتعمل شغل كويس، دي أعمل معاها إيه؟ يعني المفروض أتصرف معاها إزاي؟ وعلى فكرة الحاجات دي في ناس فاكرة إن إحنا بنإكزاجريت، إن إحنا بنضخم من مشكلة مش موجودة. لا، هي المشكلة موجودة، مش معنى ان حضرتك مش عارف النص ان غيرك مش عارف النص، وبالتالي في غيرك بيستخدم النص ده علشان يتصرف بطريقة مع الباقي. يعني انا مثلا كنت في شركة، الشركة دي انا هتكلم على حاجة عامة مش حاجة اللي ريليتد بالمسيحيين، يعني الشركة دي فيها ناس
جايين بفكرة من الفكر الرجعي بتاع ان الست مكانها البيت وتربية تربية الاولاد والكلام ده، ودي حاجة مش اكسكلوسيف للكلام بولس، دي حاجة متعارف عليها في اديان اخرى. اعتقد ان كلنا عارفين احنا بنتكلم على ايه، يعني مين للاديان الابراهيمية لانها ظهرت في اماكن متشابهة بافكار متشابهة يعني. فالافكار دي بتترجم لافعال موجودة في المجتمع. انا واحد من الناس كنت شغال في شركة سوفت وير في مصر، دخل ناس كفاءتهم كويسة، تكنيكالي كويسين، ما عندهمش مشاكل تكنيكالي، ولكن عندهم مشاكل في التعامل مع ان يبقى المديرة بتاعته ست، انه متضايق ان هو شغال في بروجكت والبروجكت ده المديرة بتاعته واحدة، لدرجة ان الشركة علشان تحاول تفلتر الناس دي بعد كده وتمنع الناس دي من الدخول، حطت سؤال عجيب جدا بيتحط في الانترفيوز بتاع اللي هو ترضى تشتغل في بروجكت المدير بتاعك فيه ست ولا لا، اللي هو يا جماعة دي حاجة المفروض طبيعية، المفروض اللي عنده الكفاءة هو اللي يبقى موجود في اي مكان، ست بقى راجل عيل عجوز شاب واحد اي خلفية، it should not make a difference. بس للأسف احنا لان في المجتمع ده مجتمع ذكوري، والمجتمع الذكوري ده بيستمد الحيثيات بتاعته من نصوص موجودة مقدسينها، بتلاقي نفسنا واقفين قاعدين مش عارفين نتكلم، مش عارفين نقول حاجة. ليه؟ لان انت هتتكلم وتقول يا جماعه الست زي الراجل والست ناجحه والست بتعمل معجزات، هيطلع لك نص بيقول لك ما ربنا قال كده، ربنا قال كده، دي بنتنح قدامها. فاحنا عشان كده بنقول يا جماعه احنا عارفين ان في رجاله كويسين وفي رجاله ما عندهاش تمييز بين الراجل والست، بس عندنا مشكله ان المجتمع فيه ناس وكتير مش قليلين فكرهم رجعي، والفكر الرجعي ده بيستندوا عليه بنصوص دينية. فادي واحد من النصوص اللي ممكن اي حد يقول لك انت بتتكلمي ليه، ما تفتحيش بقك. وعلى فكرة انا مش بقول كلام سر، احنا بنتكلم على مثلا البابا شنودة الثالث اللي الناس بتعبده فعلا بتعبده، يعني بيسألوه يقولوا له الستات ينفع تعمل ايه؟ قال لهم ممكن يشتغلوا في حاجات رعاية، دور ما اعرفش ايه، يخدموا، انما ما ينفعش يعلموا. اي راجل بيتعلم من ست ده بينتقص من رجولته، الراجل ده مش جايب من دماغه، الراجل ده عنده دليل قوي على كلامه. واللي عايز بقى يدور هيلاقي الفيديو ده واضح وصريح، يعني ما فيهوش اي نوع من انواع الاجتزاء من النص زي ما بيقولوا. يعني احنا هو واحد بيسأله بيقول له الستات موقفهم ايه، قال له البابا شنودة الثالث اللي هو المعاصر، اللي هو مش حاجة قديمة، قال نفس كلام بولس، قال الستات مكانها تخدم، يعني ادوار خدمه، ترتل اي حاجه، بس ما ينفعش تعلم، لانها لما تعلم ده بينتقص من رجوله الراجل. كارثه كارثه. ف يعني احنا مش بندرس النصوص دي بهدف ان احنا نقعد نهدم ويقول لك النقد الهدام ومش نقد، لا، هو احنا بندرس علشان ده نص على أساسه أو نصوص على أساسها بتتحدد شكل علاقتنا مع بعض في المجتمع. لو المجتمع رمى الحاجات دي من دماغه وما بقاش ده مرجعية ليه، خلاص محدش هيهتم يدرس. إنما الناس ليه مهتمة تدرس؟ واحد زي كده مهتم ليه يدرس ويشوف ويعمل فيديو زي ده؟ علشان ده مؤثر على حياتنا مع بعض. سوري للتطويل يا ماجد، انا اسف، بس انا بحاول اشرح واحنا ليه مهتمين بالحاجات دي، علشان دي في ناس هتفتكر ان احنا ايه، هو ايه انتوا بتعملوا ايه يعني؟ لا، احنا بنعمل حاجة انا شايفها مفيدة لانها ليها انعكاس وليها تأثير على حياتنا في المجتمع. اتفضل يا ماجد. متفق معاك يا فادي. النصوص ليها ضحايا، والضحية هنا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه هي النساء.
النساء بدورها حجمه قليل جدا وقيمته قليل جدا بسبب النصوص. وشكرا يا فادي ان انت ذكرت البابا شنودة من القامات العالية اللي لسه لغاية دلوقتي فعلا الناس بتقدسها وبتحبها وبتعتبر كلامها كلام مقدس. قال ان لا، دور الست حاجات بسيطة لكن ما ينفعش اتعلم. بولس بناء على تعليم بولس ما ذكرش فكرة ان الست ما تعلمش وتسكت بس في الكنيسة في تيمساوس زي ما ذكرنا، لا ده كررها في كرونسوس الاولى 14. كرونسوس الاولى 14 ممكن نقرا من اول عدد 33. عدد 33 لو سهل تجيبه لنا. ايوه اشكرك. من اول عدد 33 يقول ايه؟ لان الله ليس اله تشويش بل اله سلام. يعني الله مش بتاع زيطه، هو اله سلام كما في جميع كنائس القديسين. طيب ازاي اله سلام؟ يعني ما يحبش الزيطه. يطبقها ازاي؟ في عدد 34 قال لك لتصمت نسائكم في الكنائس. الستات دي مزعجين فتسكت، لان واضح ان صوت المراه عوره يعني. فيقول ايه؟ لتصمت نسائكم في الكنائس. ليه؟ لانه ليس ماذونا لهن ان يتكلمن. ما ينفعش تتكلم اصلا، مش فكره تعلم، لا. يعني في المنفتحين شويه يقول لك ايه؟ ما تعلمش لكن تدي درس مدارس احد، او مش عارف تقود ترانيم مش عارف. لا لا لا، ليس ماذونا لهن ان يتكلمن. ما ينفعش يتكلموا اصلا، بل يخضعن. فكره الخضوع دي ليه؟ لأن هم درجة تانية، لأن هم خاضعين للمرتبة الأعلى اللي هم الرجل، كما يقول الناموس أيضا. ما أعرفش هو يقصد بإيه كما يقول الناموس أيضا. ويكمل في 35 بقى، شوف. ولكن إن كنا يردن أن يتعلمنا، يعني لو عايزين يتعلموا ما ينفعش يسألوا حتى في الكنيسة. يعني لو في معلومة عايزين يسألوا عنها في الكنيسة ما ينفعش. قال لك ما ينفعش تطلع صوتها في الكنيسة. أن يتعلمنا شيئا إيه يعملوا إيه؟ فليسألن رجالهن في البيت. يعني دي الطريقة الوحيدة، لو في معلومة عايزة تستفسر عنها ما ينفعش تفتح بقها في الكنيسة. اسألي جوزك في البيت يا هاني. لكن ده تطلعي بقى صوتك وبتاع، لا صوتك عور. ليه؟ شوف، لا أنا مش بفتري على فكرة. هو الراجل بيكمل بيقول إيه؟ لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة. الراجل بص، في 60,000 يا عيني عايزين يطلعوا من الورطة دي، يقول لك لا أصله الوصية دي خاصة بكنيسة كورنثوس بس، أصله مش عارف نساء كورنثوس كانوا مش عارف إيه، جايين من خلفية زنا وعاهرات كلام فاضي. الراجل بيقول قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة عامة. عامة في أي كنيسة، مش في كنيسة كورنثوس. احنا قدام نص صعب. الراجل بيقول صوتك عورة، ما ينفعش تتكلمي اصلا لتصمت، اخرسي في الكنيسة. ما ينفعش، مش مأذون ليكي تتكلمي، مش فكرة تعلمي، لا مش مأذون ليكي تتكلمي. وحتى لو عندك استفسار او سؤال اسألي جوزك في البيت. ما ينفعش تطلعي صوتك وتسألي حد في الكنيسة، ما ينفعش. ويجي في عدد 36 هو بقى يقول بس لك انا يمكن عايز بس اوضح ان هو ما قالش حتى زوجك، هو قال رجلك. رجلك دي اللي هو الراجل، المسؤول عنك. الراجل المسؤول عنك ده بقى ممكن يبقى جوزك، ممكن يبقى ابوكي، ممكن يبقى اخوك الكبير، انما ما ينفعش تبقى انت كده مع نفسك. ما ينفعش، انت لازم، انت مسؤولة من حد، الحد ده يكون ذكر. مش ما تسأليش امك، ما قالش كده، بس عشان بس الناس تبقى واخده فاهمه بيكتشر. هو بيقول رجلهن في البيت، اللي هو اللي مسؤول عنها. مين مسؤول عنها النهارده؟ هي اتجوزت ولا لسه؟ لو ما اتجوزتش في راجل مسؤول عنها برضه، في راجل مسؤول عنها اللي هو ابوها او اخوها الكبير. وهو مجتمع ذكوري يا جماعه، هو ده كان، دي مجتمعات ذكوريه ابويه، باترياركيال سيستم. الكبير، الراجل الكبير هو كل حاجه، هو ده المجتمع اللي احنا محتاجين نفهم خلفيته. والمجتمع ده مجتمع قديم كان موجود، ودلوقتي ما بقاش موجود. احنا عايزين نعيد حاجه غلط. ففكره، وعشان كده تلاقي رجاله بيخلفوا ستات بنات يعني،
وعايز يخلف الراجل. ليه عايز يخلف الراجل يا ابني؟ انت ما تفكر البنت زيها زي الولد دلوقتي. لا تلاقي دكاترة ومهندسين وناس يعني معاهم اعلى الدرجات العلمية ويخلف مثلا بنتين، وتلاقيه عايز يجيب التالت. ليه عايز اجيب الولد يا ابني؟ ما الولد زي البنت. لا هيشيل اسمي. ايه شيل اسمك؟ ما حسسني ان انت مين يعني؟ شيل اسمك. اسمك ده مين يعني؟ ليه اسمك يعني؟ فكرة رجلهن دي، رجالهن دي كلمة كبيرة. ما قالكش ولا يسألنا كبير البيت اللي هو ممكن يبقى الأم. لا ما قالش ده، قال رجالهن. ليه؟ لأن أنت دايما هترجعي للذكر. الذكر هو اللي في إيده الخلاصة. الذكر ده بقى يبقى أبوكي، أخوك الكبير، جوزك. لو جوزك مات لازم نشوف له حد، نشوف حد تاني يتجوزك. ما ينفعش تقعدي مع نفسك. هو ده المجتمع، وده اللي بولس بيأكد عليه. المجتمع عمال يتطور وبولس كلامه زي ما هو، هي دي المشكلة. فبولس كلامه زي ما هو. احنا دلوقتي قاعدين نبرر ايه؟ نقول اصل بتوع كورنثوس ده كان موجه لبتوع كورنثوس. طب انت حطيته لي ليه في الانجيل؟ ليه؟ لو هو موجه لناس، طب خلاص خلاص ارميه. انما انت ما مش هو ده كان تفكير الناس اللي جمعوا الانجيل. الناس اللي جمعوا الانجيل ما كانوش بيفكروا كده، ما كانوش بيقولوا اصل ده كلام لكورنثوس فاحنا نشيله. لا ده كان بيقول ان ده كلام لكل المسيحيين المفروض نحتفظ بيه. ما هو كان لكورنثوس، كانوا كتبوا كده مقدمه قالوا الكلام ده موجه للناس في كورنثوس وخلاص. بس هو الناس اللي جمعوا الانجيل ما قالوش كده، قالوا ان ده كلام بولس واحنا عايزين نحطه لان هو ده كلام مهم جوه العقيده المسيحيه. فال ال سوري خلاص انا كده قلت اللي عندي، فنرجع تاني لماجد. واتفضل يا ماجد. رائع يا فادي، أكد كلامك كمان من العهد القديم في الوصايا العشر. المرأة بتعتبر فعلا شيء مملوك للرجل، ففي الوصايا يقول لك إيه؟ لا تشتهي بيت قريبك، ماشي، البيت اللي هي الممتلكات يعني ما يمتلكه، ويكمل يقول لك إيه؟ لا تشتهي امرأة قريبك، أي المرأة دي شيء مملوك، ويكمل خلي بالك ولا عبده ولا امته. هي دي المرتبه بتاع المراه على فكره، الزوجه كانت في مرتبه العبد والامه، يعني تفرق حاجات بسيطه يعني، لكن هي في الاخر يعني مرتبه اقل. ويكمل إيه؟ شوف التساوي، يقول لك ايه؟ ولا امته ولا صوره ولا حماره ولا شيء مما لقريبك. فهي فعلا شيء مما لقريبك، هي المراه عباره عن شيء هو مرتبه اعلى شويه من الصور والحمار والامه والعبد، لكن مجرد برضو مملوكة للرجل. الرجل فعلا في وصايا في العهد القديم بيقول لك لو بنت عذراء حد اغتصبها يقول لك المفروض المغتصب ده يروح يدفع شوية فلوس لأبوها وخلاص، يراضي الراجل أبوها وخلاص خلصت القصة على كده. لكن لو البنت مخطوبة لا، اللي اغتصبها يتقتل. ليه؟ لانه غلط في حق راجل، واخد بالك، لانها مملوكه الراجل، لكن هي البنت في حد ذاتها ملهاش قيمه. فهي لو عذراء مش مخطوبه لا عادي يدفع شويه فلوس، لكن لو مخطوبه لا، هي مملوكه الراجل، والراجل حقه بقى ان الشخص المخطئ اليه يتقتل. فانا اسف ان انا طلعت بره الموضوع، بس باكد كلامك يا فادي ان المرأة فعلا كانت مجرد شيء مملوك للرجل، وعشان كده يسألوا رجالهن فعلا مش أزواجهن، يعني الراجل اللي في البيت بقى ممكن يكون أخوها الصغير بس اسمه رجلك يعني. تعالوا نكمل فكرة الخضوع، يعني الست مش مأذون ليها تتكلم، ليه؟ تسكت وتسمع بخضوع. ففكرة خضوع المرأة للرجل، ممكن في آية في كلوسي 3:18 ممكن نقرأ العدد ده، كلوسي 3:18 أشكرك يا فادي، بيقول كده: أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب.
طب مستوى الخضوع يكون ايه؟ لان فعلا ايه يعني احنا برضو يعني ايه اخضع لاي حد. تعال نشوف الراجل برضو بيتكلم في افسس 5 عدد 22. تعالوا نقرا 3 ايات ورا بعض. افسس 5 هنقرا 22 و23 و24. افسس 5 هي اشكرك من اول عدد 22 يقول ايه؟ أيتها النساء اخضعن لرجالكن. لأي حد بقى؟ لأي حد؟ في كل شيء. لا قبلها يقول كما للرب، كما للرب. يعني زي ما بتخضعي لربنا اخضع لجوزك. ده مستوى الخضوع اللي طالبه بولس. ده مستوى الخضوع اللي طالبه بولس من المرأة. زي ما تخضعي لربنا اخضع لجوزك. فعدد 24. طب يعني اخضع ازاي او في كل شيء؟ بيقول ولكن كما تخضع الكنيسه للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. في كل شيء بقى ما ينفعش تعصي اوامر خالص خالص. فهو ده المستوى اللي عايزه بولس، ان النساء تخضع لرجالها. دي مصيبة. أنا محتاجك بس يا فادي تعلق على النقطة دي، لأن أنا حاسس إن فيها كلام كتير وعايزين نناقشها من منظور عملي أكثر ما هو نصي. تمام. بص بقى، علشان الموضوع ده يعني كارثة في موضوع الخضوع دي. كلمة خضوع بالإنجليزي، يعني أنا بقى قاعد في كندا، تمام، فالقداس وكل الأسرار الكنسية اللي في الكنيسة القبطية بتترجم للإنجليزي، ودي كارثة رهيبة. ليه بقى كارثة رهيبة؟ لأن حضرتك في ناس هنا بيتجوزوا في كنايس قبطية. فأنا واحد صاحبي اتجوز واحدة أمريكية في كنيسة قبطية، فعزم ناس تبع مراته جايين يحضروا، وأصحابه في الشغل وكده جايين يحضروا. انت عارف بقى، في الجزء الاخراني في سر الجواز في الكنيسه الارثوذكسيه، يعني في وصيه بتتقال للراجل بنحبها كلنا، وتقول له عاملها كويس وراعيها وبتاع، وانت مسؤول عنها بعد ابوها، وكلام كله ايه اللي هو خد بالك عليها، هي حاجه اقل منك خلي بالك عليها، وتلاقي الناس فرحانه بيها. ما اعرفش ازاي، يعني ممكن لاي سبب من الاسباب. يعني انا اعرف مثلا ناس اتنين متجوزين، الزوج لسبب ما حصلت له اعاقة، مين اللي بيراعي التاني دلوقتي؟ مين؟ الست مش الراجل. فيعني خلينا بس ان يعني فكرة ان الراجل هو المفروض اللي يراعي الست والكلام ده عمليا مش حقيقي، لان الطبيعي ان الاتنين بيشتركوا مع بعض في الحياة، والاتنين بيتسندوا على بعض، يعني فالاتنين بيساعدوا بعض. مفيش حاجة اسمها واحد بيراعي التاني. في انا راعي عيالي علشان عيالي ضعفة، انما مراتي دي المفروض شغالة زيها وحياتها يعني عادية، وممكن تبقى ناجحة في شغلها عادي. يعني ما انجيلا ميركل مش لازم جوزها يبقى رئيس وزراء امريكا علشان يعرفوا يعيشوا مع بعض. هي رئيسة وزراء، هي المستشارة بتاعت ألمانيا، مش لازم جوزها يبقى يعني الدوق كذا، يعني عادي يعني، وبتمشي الحياة. فكرة الخضوع بقى اترجمت لإيه بقى بالإنجليزي في القداس في سر الزيجة؟ to whom you will submit وله تخضعين. وتلاقي الشماس كده بيقول للزوجة وله تخضعين، بالتلحين بقى القبط الجميل اللي هو الناس بتنسى اللحن، يعني بتنسى الكلام وتركز في اللحن، وتلاقي الناس مبسوطة ومع ان الكلام بلوى سودا. فأي حد بقى مش متأثر بقى بالجو القبطي والألحان والجو الكنيسة ده، هو بيقيم الحاجة بناء على ايه؟ بيقيم الحاجة بناء على الكلام اللي بيتقال. أول تعليق هتسمعه من أي حد ملوش أي علاقة بالكنيسة وحضر أي جواز جوه الكنيسة، أنا بتكلم على ناس بره مصر، لأن الناس بره مصر تخلصت من الفكر الذكوري،
لو واحد مسلم مصري راح فرح مسيحي في مصر مش هيحس ان في مشكلة لان هو نفس الدماغ، انما واحد امريكاني او واحد كندي داخل يحضر فرح في كنيسة ارثوذكسية هتخبط في وشه انهي كلمة؟ الكلمة اللي بيقولها الشماس وموجهة للزوجة وبيقول لها to whom you will submit وله تخضعين. سبميت دي كلمة قبيحة في عرف المجتمع الطبيعي بقى، مفيش حاجة اسمها واحد يسبميت لحد، مفيش سبميشن دي كلمة المفروض نشيلها من القاموس بتاعنا لأن مفيش حاجة اسمها سبميشن. وده بيدل على إن الكنيسة اللي الناس بتقول إن الناس بتعتبرها ريفرنس ليها هي لسه رجعية. ما هي الكنيسة لو هي مش رجعية وكنيسة تقدمية كانت المفروض تغير الكلام اللي بيتقال في الأسرار الطبيعية. ولكن لأن الكنيسة مش عارفة تتقدم، يعني أكيد في كنائس تانية تقدمت وشالت ده من الطقوس بتاعتها، في كنائس شالت حاجات يعني مش شالتها اللي هي حرقتها، هي ما بقتش بتستخدمها. انما الكنيسه القبطيه لغايه دلوقتي روح اي قداس، روح اي سر زيجه هتلاقي الكلام ده موجود، والكلام ده بيتقال والناس فرحانه، وتلاقي الكاهن يطلع ويقول لك اسمعي بقى يا ما اعرفش يا فلانه، واسمع يا فلان، وتلاقي الناس بيبصوا لبعض بابتسامات وحاجه، مع ان الكلام كلام بشع، كلام بشع. فأي حد، مين بقى اللي يعرف يسبوت ده؟ مين اللي يعرف يشوف ده بكل تلقائية من غير ما يبقى عنده أي نوع من أنواع الانحيازات الفكرية؟ هو واحد خارج المنظومة دي، جاي من منظومة تانية، ويسمع الكلام ده ويتفاجئ. لأنه يا جماعة المشكلة إن إحنا المصريين ما بيركزوش في الكلام، ما بيركزوش في الكلام، احنا بنمزج الكلام بقى بالالحان وما اعرفش ايه وبتاع، فتلاقي الناس عندها حاسه بالنشوه كده والارتياح بسبب الحان ثلاث ارباعها هم مش فاهمين كلامها. والدليل ان في ناس كتير بتحب الالحان القبطي مثلا وهم مش فاهمين ولا حاجه، ويا عالم الكلام اللي مكتوب فيه انت، الكلام اللي بيتقال انت فاهمه ولا مش فاهمه، ولو فاهمه انت متفق معاه ولا لا، محدش بيركز. واحدة من الحاجات دي سر الجواز هتلاقي ثلاث ارباع الناس مهتمية بالتصوير وما اعرفش ايه، ومصور وبص لي عريس وبص لي عروسة علشان الصورة تطلع حلوة، والكاهن عمال يرزع كلام. الكلام ده لو حد ركز فيه وفكر فيه المفروض الست تقول لهم انا مش، الكلام ده مش عاجبني، الكلام ده ما ينفعنيش، بس ما بيحصلش بقى ليه؟ ما اعرفش، هل الست مش مركزة؟ هل الست مصدقة؟ هل الست عايزه تمشي امورها وبعد كده نطلع عين الراجل بعد كده لما يتقفل علينا الباب؟ معرفش، بس اللي بتقال الكنيسه اللي بتقوله اخضع لجوزك، اخضع لرجلك اللي هو مسؤول عنك. بتقول للراجل اه عاملها كويس وبتاع وطبطب عليها لان هي مكسوره الجناح، وبس بتقول للست اسمعي كلامه. والكلام ده واضح ان انت مش جاي من فراغ، جاي من كلام تم تقديسه. بس فتفضل يا ماجد. رائع يا سيدي. فقصة الخضوع دي قصة صعبة وعمليا مش فعلا مش مريحة، وبستغرب ان الستات بتعديها مرور الكرام. هل مقتنعين؟ هل بيمشوا امورهم زي ما انت قلت؟ انا مش عارف، لكن خليك انا تهيألي اغلب الستات واغلب الرجاله ما بيسمعوش الكلام ده، الاغلبيه يعني، ولما بيتقفل بقى عليهم الباب كل واحد بيتصرف على حسب ظروفه. الست المتعلمه اللي عندها كارير اللي عندها مستقبل مش هتقبل ان جوزها يتنطط عليها. والست اللي مكسوره الجناح اللي ما اتعلمتش اللي ما اعرفش ايه، احتمال كتير منهم هيعملوا ايه؟ هيقبلوا. انما احنا دلوقتي عايشين في عصر الست بتتعلم، ست شايفة بقية الستات بتشتغل، شايفة بقية الستات بتعمل كارير وتقدر توصل لمناصب عالية جدا. احنا نائب رئيس اكبر دولة في العالم دلوقتي واحدة ست، فيعني احنا ما والناس دي عارفة تشتغل، وما فيش بقى فكرة
هرمونات ومش هرمونات وما اعرفش ايه. يعني ما انت برضه عندك هرمونات يا حبيبي، ايه الفرق بينك وانت؟ ومين قال ان هو الرجاله ما بتكتئبش، ولا الرجاله لما يبقى عندها اي مشكله نفسيه بيأثر على ادائها؟ يعني كلنا عندنا مشاكل نفسيه يعني. ف وانا يعني الهرمونات دي حاجه عاديه، احنا عندنا هرمونات برضو بتأثر علينا كرجاله يعني. ف المجتمع، فهتلاقي رجاله كتير علشان مش قادرين يتقبلوا فكره ان هم ايكوال، او ان هم يتعاملوا نفس المعامله بتاعت الستات، يلاقيه يدور على الاقل منه، يلاقيه يدور على يقول لك انا مهندس ما اخدش دكتوره، ما اخدش مهندسه، انا اخد حد اقل. تلاقي دكتوره تقول لك انا متقدم لي واحد محاسب، اقبله ولا ما اقبلوش؟ ليه؟ علشان بسبب العقد النفسيه، بسبب الافكار المتخلفه. انما لما يبقى الحياه احنا الاثنين ايكوال، احنا الاثنين بنكمل بعض، احنا الاثنين بنساعد بعض، احنا الاثنين بنتسند على بعض، مفيش حد احسن من حد، واللي يقدر يعمل حاجه هيعملها، الحياه هتبقى مختلفه تماما. انما للاسف احنا جوازات كتيره بتفشل. ليه؟ لان في ميس الاينمنت، في واحد بيفكر يمين وواحده بتفكر شمال، ومش عارفين يفهموا بعض، ولما يصطدموا بيروحوا لمين؟ لواحد عايش بنصوص بقالها آلاف السنين، يرجع لهم بنصوص توديهم في داهية. يعني ما هم لما بيتخانقوا بيروحوا لمين؟ بيروحوا للكاهن، بيروحوا للشيخ، بيروحوا لمعرفش ايه. الكاهن والشيخ دماغهم جاية منين؟ من دماغ، من الكلام اللي احنا عمالين نقوله ده. ما هي في الآخر، هي في الآخر المشكلة بتلف وترجع تاني. المشكلة يعني في ناس فاكره ان احنا بنأفور، لا يا جماعه احنا مش بنأفور، الحقيقه ان احنا وبعدين يقول لك ايه، ما اصل انا جدي كان كويس، انا جدي كان كويس، بس جدي اتجوز واحده ولا كانت متعلمه، اللي هي جدتي يعني، ولا كانت متعلمه ولا ليها اي حقوق. يعني طبعا الكلام ده ممكن يضايق ابويا وامي، بس هو الحقيقه ده واقع. انا جدتي ما كانتش متعلمه، فكان جدي هو اللي مسؤول عنها فعلا. لما جدي كان عنده اراضي وبتاع وما اعرفش ايه، يعني عنده املاك، وبعد ما هو توفى مين المسؤول عنها؟ ما كانتش جدتي، كانت مين؟ كان الابن الكبير، هو ده اللي كان مسؤول عن الورث. وامه عايشه، امه عايشه، والابن الكبير هو اللي بيتصرف، هو اللي بيقول بقى هنوزع ازاي ونعمل ازاي ونبيع ايه وما نبيعش ايه. والام مغلوب على امرها، مش مغلوب على امرها، هي مش عارفه، ما تعرفش يعني. انما النهارده احنا الكلام، انا بتكلم على جدتي اللي عاشت من 100 سنه فاتت، احنا بنتكلم بقى على الناس اللي عايشه دلوقتي. اللي عايشه دلوقتي متعلمات، عندهم كفاءات، فيهم اللي فيهم عندهم كفاءات وفي اللي ما عندهمش، زي الرجاله. ما هو في رجاله عندهم كفاءات وفي رجاله ما عندهمش، كلنا كل واحد على حسب اجتهاده، شيء طبيعي يعني. فاحنا بقى محملين بتراث وافكار ونصوص بتشدنا لورا. انا مش يعني في ناس بيقول لك عايزين نعيش زي زمان، لا مش عايزين نعيش زي زمان، مش هينفع نعيش زي زمان، مش هينفع. فكرة ان انت تعيش السيد والست تجيب لك ابريق المية علشان تغسل ايدك ورجلك لما ترجع من الشغل، دي حاجة انتهت، انتهت خلاص. لازم بقى نتحرر من الفكر ده. نتحرر من الفكر ده ازاي واحنا عندنا نصوص بترجعنا لورا؟ انا مش عارف، بس انا اهو اديني بقول لكم، انا بقى احنا بنقول الكلام ده كان زمان نافع بقى، ما نفعش مشاكله كتير على فكرة، لانه في الاخر اي حد مش مستقل، ما هو اصل كل حاجه بتعتمد على انت وضعك ايه في المجتمع. لو واحده ملهاش شغل ولا متعلمه ولا عندها اي سكيل تقدر بيها تشتغل وتعتمد على نفسها، طبيعي انها هتبقى ديبندنت، هتبقى معتمده على الاقوى منها. الاقوى منها ده بقى هي وحظها، الاقوى منها ده طلع طيب هياكلها ويشربها، بس ممكن لو هي اتمنعت عليه يضربها، ما هي ملكه، هو هيعملها كويس. ما هو يقول لك العبودية كانت كويسة وكانت الناس بتعامل العبيد كويس، ما يس كان في ناس بتعامل العبيد كويس، بس تخيل بقى لو العبد ده اتمرد هنعمل ايه؟ هنطلع عين ام. لو الست اتمردت هنطلع عين امها، نجيب غيرها، ما بتخلفش، نشوف حد تاني يخلف لنا. فالفكر ده فكر ليه جذور
والجذور دي احنا محتاجين نتخلص منها ونفهمها ونرميها، لانها بتشدنا لورا، عمرها ما هتقدمنا لقدام. اتفضل يا ماجد، اتفضل يا ماجد. استأذنك يا فادي، هناخد 5 دقايق بس زيادة عن اللي اتفقنا عليه. هختم بشاهد أخير يعني دمه خفيف. الراجل ده بيناقش عن خضوع الست للراجل ومش عارف إيه ودورها في الكنيسة، وإن الراجل رأس المرأة. طيب في حالة الرجل يموت الست تصبح أرملة، فهو بيفرض إصحاح كامل لفكرة الأرامل. ففي تيماثاوس الأولى إصحاح 5 من أول عدد 3 بيناقش قضية الأرامل. الأرامل إيه المستحقة إعالة؟ طبعا جوزها مات فمين يعولها؟ قال لك لو ليها أولاد أو أحفاد لا ما تستحقش الفلوس، يعني ما ينفعش ككنيسة تدعم واحدة عندها أبناء أو أحفاد، لأن المفروض وهو بيقول كده إن الأولاد يراعوا الست الأرملة وما يثقلوش على الكنيسة. طيب تتكتب أرملة إمتى؟ قال لك إيه؟ الأرملة بحق تتكتب، يعني تتسجل أرملة لو عدت سن 60، سن 60 سنة تتكتب إنها أرملة في عدد 9 تيماثاوس الأولى 5 عدد 9 يقول كده، لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة امرأة رجل واحد. خلي بالك فكرة امرأة رجل واحد دي، ست اتجوزت راجل ومات فأصبحت أرملة وعدت 60 سنة. طيب لو ست صغيرة شوية وجوزها مات، هو بقى واضح إن في إن في عصر الاستشهاد المؤمنين الرجالة كانوا بيتقتلوا، فالستات الصغيرة الأزواج دي يروح بقى متضايق جدا إن الستات دي كانوا عايزين يتجوزوا تاني. خلي بالك في عدد 11 يقول إيه؟ اما الارامل الحدثات فارفضهن، يعني دول ارفضهم ليه يا عمي؟ قال لك لانهن متى بطرنا على المسيح، يعني اتبطروا على المسيح. ايه اتبطروا ازاي؟ انكروا الايمان يا بولس، قال لك يا ريتنا ان يتزوجنا. انت هتهزر؟ الراجل بيعتبر ان عايزين يرتبطوا او يتزوجوا برجل تاني بعد اللي مات ده نوع من البطر على المسيح، يعني الناس دي اتبطرت على المسيح. يكمل بقى، لا ما يكتفيش يعني ان هو يقول كده، ولهن دينونة، دول هيدينوا، ياه هيدينوا عشان يفكروا يتجوزوا، لانهن رفضن الايمان الاول. هم رفضوا الايمان الاول، ايه علاقة الايمان بالزواج؟ واحدة عايزة سند، ما تفهمش. عدد 13 بقى ده اللي عجيب، يقول لك ايه؟ اصل الارامل الصغيرين دول عاملين له ازعاج. ليه؟ واضح ان هم لسه حلوين وفي سن الشباب، ف عادي ستات في سن الشباب. فيقول لك ايه؟ ومع ذلك ايضا يتعلمن ان يكن بطلات، يعني ستات بطاله. ليه؟ ليه الوصف الصعب ده يا بولس؟ قال لك يطوفن في البيوت، يعني بيتحركوا من بيت لبيت عادي، ان كانت بتزور جارتها بتحكي مع صاحبتها. شايف ان ده نوع من البطل، يعني ست بطاله سابت بيت جوزها اللي مات وقعدت تلف على البيوت. قال لك ايه؟ ولسنا بطلات فقط، يعني مش ستات بطاله بس، بل مهزرات ايضا، يعني بيضحكوا وينكتوا، جوزها ميت والست بتضحك قليله الادب. شوف الراجل عقليته ايه، بل مهزرات ايضا. لا ويقول لك ايه؟ شوف بقى، هو واضح انه كلام الستات بيعمل له مشكله او صوتهم. قال لك وفضوليات يتكلمن بما لا يجب، بيتكلموا يا رب. طب ما طبيعي الراجل ده عايز يدفنهم احياء. في عدد 14 العجب، طب انت كنت متضايق ان الستات دول عايزين يتجوزوا، في عدد 14 يقول لك ايه؟ فاريد ان الحدثات يتزوجن ويلدن الاولاد، يخلصونا بقى من المشاكل بتاعتهم ويتجوزوا وخلاص، ويدبرن البيوت ولا يعطينا علة للمقاوم من اجل الشتم. يعني خلاص اتجوزوا، تنيلوا وابعدوا بعيد عننا، ما تصدعوناش. ليه؟ قال لك فان بعضهن قد انحرفن وراء الشيطان. انحرفن وراء الشيطان. فده دي فكرة بولس عن الستات واللي مات جوزها، ما فيش حد بيلمها بقى، فبتزور البيوت بقى وتزور صاحبتها ويقعدوا يضحكوا ويهزروا. هو شايف ان ده نوع من البطل، ان دي ستات بطالة وعايزين يتجوزوا. فدي عقلية بولس للي بيقول احنا بنتجنى على بولس
لا ده بولس، بولس اللي شايف ان الستات اللي بتتكلم وبتهزر ده ستات بطاله وفضوليات بتكلمنا بما لا يجب. اه هو ده شخصيه بولس، احنا مش بنفتري عليه، احنا بنقرا النصوص وبنقول لك ادي بولس، وادي نظرته عن المراه، وادي تفكيره عامل ازاي. تمام يا ماجد، اعتقد ان احنا كده we covered، يعني غطينا جزء تيالي كبير في موضوع بولس والستات. انا معرفش انت عندك حاجات تانية نقولها في فيديوهات تانية ولا لا، بس انا تيالي احنا نوقف هنا ونكمل مرة تانية مع ماجد ونشوف المواضيع دي ايه وضعها. بس يعني فعلا محتاجين نفكر يا جماعة، محتاجين نبقى فاهمين لما تيجي واحدة ست، ما حد ما في ما ما اصل المشكلة ان في ستات فعلا مصدقة الكلام ده، في ستات مصدقة الكلام ده. فيعني لا، انا بقول لكم لا، هنا في ستات عادية عايشين في مجتمعات طبيعية، والمجتمعات دي يعني السوبر ماركت مش لازم اللي يروح يعمل شوبينج يكون ست، ممكن اللي بيعمل شوبينج يكون راجل، مش لازم اللي يقعد بالولد يكون ست، ممكن اللي يقعد بالراجل اللي متاح، مين متاح، مين يقدر يقعد، مين معرفش ايه، ده على حسب بقى ظروف كل اسره. ما ينفعش نحط قواعد ونقول الست هي لازم تعمل كل حاجه او الراجل لازم يعمل حاجه معينه. كل اسره تشوف هي محتاجه ايه وايه ايه الافضل لكل اسره ويعملوه، انما نحط قاعد مش شرط تمشي على كلنا، ما ينفعش، لان يعني الحياه بين البشر حياه المفروض تبقى فيها ديناميكيه، وان احنا نعرف نغير من نفسنا على حسب تغير الظروف. الحياه بين في اي اسره محتاجه تبقى فيها نوع من انواع الفلكسبيليتي، نوع من انواع ان احنا نفكر ونراجع نفسنا. مش لازم يعني ممكن تكون جربت طريقه ما نفعتش، نشوف حاجه تانية عادي يعني. فيعني الموضوع يعني طول ما انت مرجعيتك النص الديني ورجل الدين هتروح في ده، يعني this is something that I know for sure. انت المفروض وانتي المفروض تبقوا عندكم القدرة ان انتوا تتكلموا مع بعض وتتناقشوا مع بعض، دماغ مساوية لدماغ تانية، مفيش حد احسن من التاني، وهو ده اللي بينجح اي جوازة في رأيي في العصر الحديث. يمكن يكون في جوازات كتيره زمان يقال انها كويسه علشان ما سمعناش عن مشاكل، ولكن لو انت ما احنا ما نقدرش نعيش العيشه بتاعتهم زمان، لان ما فيش فكره بقى الراجل المسيطر اللي ما اعرفش ايه، لان الراجل المسيطر ده هو اي حاجه من غير يعني ما يبقى فيه حاجه ترجعه، يعني حاجه يعني هو دايما بيبقى فيه توازن قوه. لو ما فيش توازن قوة في حاجات كتيرة بتحصل غلط. يعني مثال السيد ده مش مثال غريب، فعلا هو مثال موجود، وتلاقي اللي هو السيد اللي هو ده اللي داخل البيت مكشر وعامل وضارب بوز وبتاع، وبعد كده يروح يهجس بره، ده مثال موجود موجود وبيتكرر بيتكرر طول ما الست ضعيفة. والمفروض المجتمعات ما بتقومش دلوقتي على طرف واحد، المفروض المجتمعات اللي نجحت هي المجتمعات اللي عارفة تقوم على كل الناس اللي موجودة. الناس دي بقى موجودة راجل ست، كل واحد يؤدي الدور اللي يقدر يؤديه بتساوي، تساوي فرص، تساوي حقوق، تساوي في كل حاجة. أكيد في اختلافات نفسية جسمانية، أنا مش هقدر أنكر ده، وما تقليش إن في حد يقدر ينكر ده، بس ده مش معناه إن في حد أقل من التاني. في حاجة اسمها تكافؤ فرص، في حاجة اسمها تساوي في الحقوق، في حاجة اسمها إن إحنا مساويين لبعض ونحترم بعض، والحياة بتمشي كده. الحياة بقى اللي ما بتمشيش هو إن راجل وست كل واحد بيفكر بدماغ مختلفة، والاتنين مش عارفين يقتنعوا بكلام بعض، هو ده اللي بيعمل مشاكل كتير في البيت الحقيقة. يعني أي مشكلة في البيت هتلاقي سببها اختلاف في الرؤية بتاعة الحياة، واحد شايف إن أنا أحسن فأنا كلامي هو اللي لازم يتسمع، وواحدة تانية شايفة إن هي عندها وجهة نظر، وشيء طبيعي إن ممكن يبقى عندها وجهة نظر، ساعات تبقى صح وساعات تبقى غلط عادي يعني. فالطبيعي إن الناس تتحاور مش بناءً على إن أنا لازم أقنعك، لأ، تتحاور على أساس إن أنت ممكن تبقى غلط، احتمال تبقى غلطان، طبيعي يعني، وهي برضه لازم تفكر إن هي برضه احتمال تبقى غلطانة، واحتمال تبقى صح، فالطبيعي إن إحنا لازم نتعلم إزاي نتحاور مع بعض. إحنا مشاكلنا كتيرة أوي في المجتمع المصري،
واحدة منهم ان احنا ساعات بنتناقش عشان اقنعك او اتناقش علشان ابين لك ان انت غلطان، بس هو ممكن يبقى انا بتناقش علشان انا اعرف اذا كنت انا غلطان ولا صح. فلو انا حاطط في دماغي ان انا لما بكلم اي حد والحد ده اقل مني مش فاهم، مش هعرف اسمع له. لو انا حاطط في دماغي ان الست اقل مني مهما هي قالت كلام منطقي، انا هعتبر ان هي كلامها فارغ. فاحنا محتاجين نشيل بقى الاوهام دي من دماغنا. نشيل الاوهام دي من دماغنا ازاي؟ ان احنا نشيل نعرف الكلام بتاع بولس ونحطه في سياقه الحقيقي، ان هو ده مش كلام ربنا، ما ينفعش يبقى ده كلام ربنا، لان لو كلام ربنا يبقى ربنا وحش قوي. فانا احب اختم عند هنا واسيب الكلمه الاخيره لماجد ونقفل الفيديو ده. اتفضل يا ماجد. أشكرك يا سيدي على الرسالة الأخيرة، وأعتقد ده الرسالة الجوهرية. فكروا في الكلام، هل الكلام ده فعلا صالح لكل زمان ومكان؟ هل ينفع نطبقه في الوقت ده ولا ده تفكير بولس ولازم ناخد وقفة ونقول الكلام ده ما ينفعش نعيشه دلوقتي؟ شكرا يا سيدي للفرصة، أنت عطتنا فرصة نتكلم في الموضوع الحلو ده. أشكرك يا سيدي. مرسي يا ماجد، ونشوفك المرة الجاية في فيديوهات تانية إن شاء الله. مرسي مرسي، سلام.